الميقات الغائب على أرواح الغرقى في مدينة الموصل البارحة. نويت أصلي صلاة الغائب على غرقى مدينة الموصل. كبر أربع تكبيرات طبعا صلاة الجنازة، نقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وصلي الصلوات الإبراهيمية مال التحيات بعد الثانية، وندعو لهم بعد الثالثة. شلون ندعو؟ ندعو بصيغة الجمع، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، وهكذا إلى آخره. نستغرق مدة التكبيرة كلها بالدعاء، ولو تكرر نفس الدعاء ما تحفظ وتعلم. وبعد الأخير اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.